مستوى البلديات قائمة، وبالتالي لا عجب ولا أي أمر آخر في أنكم ستواصلون المهام التي سبق لكم وأن تكفلتم بها. لكن لعلني أعود مرة أخرى لأذكر من أهم مهام رئيس الدائرة، وهي حرصه على الإقليم بما فيه من كل تفاعلات. التفاعلات الأولى وهو تفاعل التنموي، وهو تسيير البرنامج التنموي على مستوى الإقليم. التفاعل الثاني وهو التقرب، التقرب أو التواجد بالقرب من انشغالات المواطن، والتفاعل الجاد والجدي مع المحيط الذي يكون فيه رئيس الدائرة. خلاصة القول، سبق السيد رئيس الجمهورية أن ألح على ضرورة جعل من المواطن في كل معادلة، معادلة التعاون أو معادلة التنمية أو معادلة التواصل، المحور الأساسي. ما شك فيه أنكم تدركون ذلك جيدا. الأمر الموالي وهو هام وهام جدا، وهو قدرتكم على أن تذوبوا في وسط المجتمع، ذوبانكم في المجتمع أو في المحيط اللي راكم فيه راح يسهل لكم المهام. هذا الذوبان لا يتسنى إلا بالتفاعل الإيجابي، التفاعل السلس والتفاعل الطيب، مهمة ليس كغيرها لأنها تختلف على المهام الأخرى أنكم تتفاعلون مع المواطن في طريقة دائمة ومستمرة. ولذا فكل العمل تاعكم ينحصر في الإصغاء، في جدية التكافل، وفي واقعية كل الالتزامات. يسري أمر أسكو لاكسيون دو شيف دايرا سوا لاكسيون دو بوبوليزم، دونك لاكسيون سوا لاكسيون سانسير، لاكسيون افيكاس اي سون ريبور، سون ريبور دون لو سونس وين لي بروكيباسيون دوات اتر بريز اون شارج، مي توت لي بريوكيباسيون دو شاك تيريتوار ال فينيرون بار اتر بريز اون شارج. Sauf que la priorité, il faudrait pas que ça soit imposé. Le développement, on ne le fait pas pour nous-mêmes. Le développement qui s'opère au niveau des territoires, il s'opère au profit des citoyens. Et c'est pour cela que la notion de gestion participative est l'élément fondamental. L'élément fondamental dans le sens وين توت لي ريبونس تاعنا في ماتيير دو ديفلوبمون دوافت اتر كونسيرف. موا جو كونفانك دو بار ليكسبيريونس دون فو ديسبونس الخبره اللي عندكم، ونا لي با ايبروفي بوكو دو ديفيكولتي. رابروشي فو او ماكسيموم دي سيتويان، نو بارلي با افيك لي جون ا بارتير دان بالكون، اي غاني لا كونفيونس دو تو سو كي سون اوتور دو فو. Aussitôt, vous arrivez à réunir ces petites choses, vous allez trouver du plaisir à évoluer et à vivre en cabine. Je vous souhaite beaucoup de succès. Tawfiq inch'Allah. Fi sur'a lazem tkoun kayna fi l'adab tawkoum, sur'a hadi, nadran li tabi'at l'inshighalat. اللي في بعض الحالات عرف التراكمات، التراكمات هي اللي تكون سبب اليأس. نو سون با لا،
pour afficher ni la détresse ni le désespoir. Nous sommes là pour nous assumer conformément aux orientations de M. le Président de la République. Suivons le programme du gouvernement et nous agissons en père de famille vis-à-vis de toute la population. منكم الخير إن شاء الله وبالتوفيق للجميع. شكرا.